مازلنا ما دخلناش في هذه تابعه عامنا والقاعده والعام اللي فات في الاخر تريقلت شويه شنو ما حكام نبداو من النهار الاول نضربوا في الحكام لاباس سبا في الدربي يخل سبقوا الخير احنا توعد عليه شك هذيكم انتوما يمكن تستخلصوا بعض الاشياء لكن انا اللي نقول اني قريب ديما من اللاعبين قريب في التدريبات نحكي برشا قريب في لي ميزوفير في النزل وقت نمشيو اليومين ثلاثه ولا ليله نحكي برشا مع اللاعبين لانه اللاعب التونسي دائما الضعف نتاعو على المستوى الذهني نجم يكون فنيا لاعب كبير اليوم برشا لامو شبيب بسام ما بداش لانه نعرف انها مباراه باش تكون مباراه بدنيه بامتياز باش تكون مباراه فيها بوكو دو ديال اخترت سيف الجزيري اليوم سيف وقع تعويض لانه ما اداش ماهوش مشكل اليوم على الاقل عرفت كيسكي فو انا سيف ومنه هكا نعرف 12 13 14 نجم تعمل عليهم ان شاء الله تنتظرنا مباراه مهمه جدا خاصه الجماهير مهمه للمجموعه هذه بعد 16 سنه غايبه الكاس ان شاء الله نفرحوا الجماهير نتاعنا ثم بعد اذا كان فما مكتوب باش نكملوا مشروع الكره اللي حاطينه ان شاء الله على ارضيات افضل من مرسى يظهر لي الفريق قادر على انه يعطي خير من اليوم. دوزيام ايتو عملنا بون رياكسيون وحتى بعد التعديل شفتوا في الاشواط الاضافيه جاونا معناها فرص باش نقتلوا المباراه ما تمكناش وبعد سيتنا في نورمال لو سسبانس الكبير نتاع البنالتيات تعبونا برشا لكن ربي يكرمنا الحمد لله سيت ان سيني وقت اللي تتعدى بالبنالتيات سيت ان سيني عندي انا ان سيني ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله نعطيه ونضربوا موعد الجماهير النصر الجاي. بالعكس كنا مركزين وكنا محضرين ماتشونا لكن من الاول السخانه كانت سخانه برشا معناها قلقتنا شويه زدت انا ما نجمش تلعب فيه لعبنا اللعب نطولوا في الكره هذيك هي الاكثر حاجه لوجنا عليها باش نترشحوا وفقنا ربي وترشحنا اليوم ان شاء الله في رادس الحاج الجاي تينا خير من هكا نكونوا حاضرين قدام جمهورنا وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ونروحوا به ان شاء الله الكوبات.